بسم الله، في هذا الفيديو حنشوف كيف نستخدم السيمافور لعمل سينكرونايزيشن للمالتي ثريدز. فنعمل برنامج main.c. في هذا المثال حنعمل فانكشن بتعمل increment لنمبر من الرقم 0 الى مثلا 100 او 1000 او 100,000، رقم كبير يعني. فنقول خليني احذف السطور هذه من سطر 2 الى سطر 9، احذفها وبعدين ودينا الى سطر 5. الان هعمل اول شيء الفانكشن واشغلها اجربها، بعدين نعملها مالتي ثريدد. فاول شيء عشان اعمل الفانكشن اجي هنا اقول الفانكشن بتعمل انكريمنت وما بتاخد اي حاجة، فتحتاج هذه الفانكشن الى نمبر، فنخلي نمبر جلوبال كمان انت نمبر بتساوي 0، وبعدين نمبر بلس بلس وتطبع النمبر. اوكي دي نيو لاين نمبر، ممتاز. الان الفانكشن هذه انكريمنت بتاخد نمبر و بتطبعه على الشاشة، تعمل له انكريمنت وتطبعه على الشاشة. الان نجي في المين ونقول له انكريمنت، فكل مرة اشغل الانكريمنت هتزيد نمبر بواحد وتطبع على الشاشة. طيب لو انا ابغى احط ليميت او ماكسيمم نمبر عشان تطبع لي، طبعا ممكن اعرفها انتجر او زي ما احب، بس انا احيانا الارقام الثابتة او الكونستنت اعرفها بديفاين عشان ما هتتغير. فاقول define max واقول 100، فحيعد من 0 الى 100. فاحتاج بدل ما اعمل اللوب هنا واخلي المين هو اللي يعد، اخلي الفانكشن نفسها هي اللي تعمل. اقول له ايش ممكن اقول له لوب من 0 الى 100، وممكن اقول له لوب مفتوحة while true. اوكي فوايل ترو زود واطبع. بس قبل ما تدخل وتزود اعمل تشيك اذا كان النمبر نمبر اقل من او يساوي الماكس كمل، فهو حيطبع من 0 الى 100. else او اعمل العكس، اذا كان اكبر من او يساوي ماكس يصير ما حيدخل، يصير حيدخل في كل الأحوال إلا إذا كان أكبر من ماكس حيعمل إيش return أو exit، يخرج من الفانكشن. بدل ما أكتب if else خلاص if على الشرط اللي أنا أبغاه، إذا كان وصل أكبر من الماكس أخرج. طيب الآن لو شغلت الفانكشن مرة واحدة هتعد اللي من 0 إلى 100. طيب تعال نشوف exit. exit موجودة وين؟ stdlib. طيب نرجع هنا نقول include stdlib
دوت اتش ونقول جي سي سي مين دوت سي وأشغل. فلاحظ عد من 0 إلى 100. طيب نرجع تاني هذه الفانكشن. أوكي الآن من 0 إلى 100، لكن أبغاها في الثريدز. إيش أسوي؟ أروح أحط اللايبراري حق الثريد أول، include pthread.h، وأروح على الفانكشن هنا المين. في المين أقول عندي أعرف الثريد، نقول اسمه TID. كم عدد الثريد اللي أبغى أعملها؟ خلينا أخذها راندوم، كل مرة أشغل البرنامج فأخذها من ال command prompt. فأقول int threads أو thread int number of threads أبغاها، هتساوي A2I، أو خليها threads أحسن شكلها كده، A2I argv1. بعدين أجي للthreads وأقول السايز حق الأري هذه هو حجم الthreads. فالآن بيعمل لي array of threads بالعدد اللي أنا أختاره. طيب باقي الآن نستخدم الكرييت والجوين والإكزيت، ثلاثة الفانكشن هذه. فنستخدم الكرييت الآن، أقول له في ثريد كرييت. الكرييت حتاخد 4 أشياء اللي هي ثريد اي دي، تي اي دي، بوينتر للثريد اي دي، بس أي ثريد اي دي، 1 ولا 0 لأنه عندي array، فأنا أحتاج إلى loop for. أوكي أحتاج إلى loop، فأقول for i تساوي 0 i أصغر من threads i plus plus، وأجي هنا طيب الآن thread of i حيبدأ من thread 0 إلى آخر thread اتعملت، وبعدين النال، وبعدها الفانكشن اللي أنا بعمل لها اللي هي الانكريمنت اللي هي هذه. فأجي هنا أقول increment والبارامترز، بما انه هذه الفانكشن ما بتاخذ بارامترز فحقولنا برضه، ويصير هذه نحذفها. الان عملت كرييت الثريد، فهنا كرييت ثريد، الثريد اللي نعمل له كرييت حتشتغل على طول. فاقول فور برضو اي تساوي 0 i أصغر من threads i plus plus. فنعمل الويت أو نكتب هنا create thread، هنا join thread، join thread اللي هو wait زي بالبروسيس wait، وإنما هنا اسمها join. join يقول pthread join، وبتاخد ال tid وليس البوينتر مع null. كده عملنا join، وفي الأخير الإكزيت أو destroy، ممكن نسميها destroy thread. فهنا نقول pthread exit 0
أوكي ممتاز. فالآن إذا شغلت الثريد مرة واحدة هتشتغل إلى أن تعد 100 تخرج. طيب تعال نشوف في أخطاء. بيقول لك الـ I undeclared. أوه أوكي الـ I undeclared ما عرفت الـ I. لو عرفتها نعرفها global مرة واحدة. I الـ P thread incompatible argument 3. أوه function الفانكشن لازم تكون void pointer casted. اوكي بعدها الجوين الجوين تي اي دي. طيب تي اي دي انا عملتها تي اي دي الري هذه الري فتي اي دي اوف اي. اوكي اوف اي ممتاز. الآن نعمل gcc main.c compile. أعطاني خطأ. ليش الخطأ؟ لأنه الثريدز تحتاج إلى لينك لللايبرري، فلازم تعمل لينك pthread. أوكي اتعمل الكومبايل صح. نيجي نشغل ونقول له أنا أبغاك تشغل هي بثريد واحدة طبع 100. طيب نشغلها بتو ثريد ممتاز، 3 ممتاز، 4. فلاحظ 4 بدأ يطلع أخطاء لأنه طبع 61 مرتين. 5 أوكي 5 مرة ثانية أوكي 6 أوكي. طيب هل هذه كل الثريدز طبعت الارجومنت صحيحة؟ يعني كل الفانكشن بتطبع سطر واحد، بمعنى لو كانت ثريد واحدة هيطلع عندي 100 سطر، والدليل word count 100 سطر. لو كان 2 threads لاحظ 99 سطر، فين راح سطر؟ لو 3 فشوف 3 شغلتها مرتين، مرة طلعت رقم صح ومرة اعطتني غلط، فمعناتها انه مش كل الثريدز بتشتغل تمام. بتعطيك في ثريدز ما بتشتغل، في ثريدز بتشتغل اكثر من مرة وبتعطيك اخطاء. هذا لكن النتيجة في النهاية، لاحظ هنا 3، النتيجة في النهاية صحيحة لكن الاوتبوت غلط، لانه هتلاحظ الارقام احيانا تتكرر بحيث انه في فانكشنز بتطبع مرتين. اوكي طبعا هذا بيزيد بزيادة عدد الثريدز بزيادة الارقام اللي انت تبغاها او طول الليست. فمثلا نرجع تاني مرة للمين، لو قلت انا عندي 100,000 وليس 100 فقط، 100,000، واعمل كومبايل من جديد جي سي سي مين دوت سي ال بي ثريد. الان اشغل لاحظ 100,000 اوكي، لكن لما زيدها مثلا 10 threads واعمل الكاونت وورد كاونت، لاحظ الخطأ كبر، بدل ما كان في رقمين او ثلاثة اصبح عنده 305 زيادة فوق 100,000. لو جيت كمان قلت له عندي 20 thread، فشايف هذه مشكلة الريس كونديشن، نحلها بالسيمافور بسيطة. نرجع ثاني مرة للمين
نحط الآن سيمافور library. طبعا السيمافور نيجي هنا نقول له man تستخدم function اسمها sim. في عندك sim wait, sim post و sim init. فناخد sim init مثلا. فsim init تحتاج الى library اسمها semaphore.h. فنيجي هنا نقول عندي library include semaphore.h. بعدين عندي كم function. في عندي هذه اول function sim init, في post وفي wait وفي destroy. فخلينا نبدأ بالinit. الinit هي تعمل initialization للسيمافور. بس اول شيء لازم تعمل سيمافور زي الثريد, تعمل ثريد. ففين انا عملت الثريدز, عملتها هنا. هعمل السيمافور. طبعا السيمافور اذا كنت تبغى اكسسبل من الفانكشن هتعمل جلوبال, اذا كنت تبغى فقط في داخل المين هتعمل التعريف حقه في المين. زي الثريدز هنا اكسسبل من المين, فانا ابغى اكسسبل من الفانكشن. اقول هنا sim t واسمي s semaphore s, واروح على المين اعمل له initialization. بعد ما اعمل الثريدز هنا هروح اعمل initialization اللي هو sim init. اقول له sim init. sim init ايش بتاخد؟ بتاخد البوينتر للسيمافور, بعدين في حاجة اسمها ال p shared, وبعدين بتاخد قيمة. ال p shared اللي هي هل هذا السيمافور حيكون بين processes ولا threads. بعدين ال value هذه بتحدد ال initialization, هل هو سيمافور locked ولا unlocked. اوكي, ف ال p shared اذا كانت 0 معناتها انه السيمافور هذا يستخدم بين الثريدز, اذا كانت اكبر من الزيرو هيستخدم بين البروسيسز. ال value اللي حنحطها في الاخير خلينا نقول عليها الكي. الكي هذا اما يكون locked او unlocked. فنكتب هنا برضو نعملها نيجي هنا ونقول لا. نقول ايش نعملها global ونقول خلينا نخليها static. define p shared zero أو one, zero لأنها threads between threads. ونعرف برضو الكي ونقول الكي locked ولا unlocked. طبعا locked معناتها انه المين ثريد هي اللي حتشتغل اول. اذا انلوكت اي ثريد من اللي شغلتهم هي اللي حتشتغل. فانا ابغاه مفتوح لاي ثريد. اللوكت مخليه مفتوح لاي ثريد فاخليه 1 يعني انلوكت. اوكي طيب, بعدين اجي للانيت مره ثانيه. هنا سيم انيت حتاخذ بوينتر الى السيمافور. السيمافور عندي اسمه اس, هتاخد البي شيرد وهتاخد الكي. كده عملت انيشاليزيشن للسيمافور, بعدين هيشغل الثريدز وتبدا تشتغل الثريدز عادي.
فين أقدر أتحكم بالسيمافور هذا؟ من الفانكشن، لأنه الفانكشن هي اللي بيحدث فيها المشكلة، لأنه كل فانكشن حتخش في infinite loop ما حتخرج منه إلا إذا وصل للماكسيموم. فأنا لو قلت في الفانكشن أنا عندي، طبعا خليني قبل ما أكمل أقول هنا في حاجة، بما إنه المشكلة بتحصل في هذا الجزء، أوكي، فهذا الجزء يسمى بالcritical section. الcritical section هي الجزء من الكود اللي مشترك ما بين أكثر من process أو أكثر من threads. فأنت في الcritical section بتحصل أغلب مشاكل الrace condition، تتلخبط الداتا، ممكن يحصل إذا كان عملت السيمافور بطريقة غلط ممكن يحصل لك الديد بلوك، ممكن يحصل لك الستارفيشن. فهذا الكريتيكال سيكشن هو اللي لازم تتحكم فيه. في طريقتين، طريقة اسمها السيجنالينج، وهي انه وان ثريد يعمل بوست وون ثريد يعمل لوك او لوك وان لوك، اوكي. وفي طريقة اسمها الميوتشوال اكسكلوجن، يعني اي ثريد اكواير ذا ريسورس او يدخل على على الكود يمنع البقية انهم يدخلوا على الكود او على الكريتيكال سيكشن الى ان يخلص، يرجع تاني مرة يسمح لهم انهم يدخلوا. اي بروسيس ثاني او ثريد يجي بعده يدخل على الكريتيكال سيكشن، يقفل على الكريتيكال سيكشن، ما حد يستخدم هذا الجزء من الكود الى ان يخلص، بعدين يسمح للبقية. فهذا الكريتيكال سيكشن هو اللي حنحط السيمافور حوله. ويختلف لو حطيت السيمافور سطر فوق او سطر تحت، داخل اللوب خارج اللوب، قبل الكونديشن بعد الكونديشن، حتظهر لك المشاكل. وثلاث مشاكل لازم تتجنبها وانت بتحل، هي الريس كونديشن، الديد لوك، والستارفيشن او الليفد لوك. الستارفيشن برضو يسمى ليفد لوك. طيب تعال نشوف الان واحدة من الحلول اللي ممكن نسويها. طبعا عندي تو فانكشنز هتستخدم اللي هي سيم ويت وسيم بوست. فهقول هنا سيم ويت في بداية الكريتيكال سيكشن، سيم ويت، وهاعطي عفوا ايش هذا بوينتر للاس او للسيمافور كده. عملت ويت وبعدين اجي هنا واعمل سيم بوست واعمل امبرساند اس، اوكي. فكده عملت السيمافور واحط الكريتيكال سيكشن باستخدام السيمافور لوك، هنا لوك ال، وهنا انلوك. يصير اي ثريد تشغل الفانكشن حتخش على السيمافور تعمل لوك، تخش على الكريتيكال سيكشن تزود وبعدين تخرج. فتعال نشوف في الاخير نحتاج انه بعد ما يخلص الثريدز كلها ايش حيصير. حنيجي هنا في اخر البرنامج بعد ما يعمل ديستروي للثريدز حيعمل برضو ديستروي للسيمافور. فهنا نقول ديستروي سيمافور، وبكده نعمل كومبايل من جديد، gcc main.c lp thread، ونشغل البرنامج باستخدام one thread. ما عندك مشكلة نعد الاوتبوت كم،
هنقول word count L 100,000. صحيح لو قلنا عندي 2 thread، صحيح لو قلت عندي 3، صحيح. شايف المشكلة بدأت تختفي. 4 5، خليني أقول عندي 10 threads، ما عاد صارت تظهر هذه المشكلة. شايف اللي كانت قبل شوية تظهر إنه عندي أكثر من 100,000، 300 وشوية زيادة، اختفت. ليش؟ لأنه الآن ما صار عندي إلا thread واحدة. ولكن هل الحل هذا هو الحل الصحيح بإني عوضت ال critical section بالسيمافور لوك والسيمافور انلوك في خارج اللوب؟ لا. ليش؟ لأنه في مشكلة ثانية حنشوف حلها إن شاء الله، وهي ال deadlock والstarvation. أعتقد إنه هذا الحل حيسبب starvation، لأنه deadlock ما حيمشي البرنامج، لأنه كل thread حتقفل على الثانية، فهذا البرنامج مشي. إذن ال deadlock situation ما وصلنا لها. إذن هذا الحل يحتمل إنه حل مشكلة ال race condition، ولكن ما حل مشكلة ال starvation. فكيف ممكن أتأكد؟ بكل بساطة لو جيت هنا وقلت أنا أبغى أشوف أي ثريد اللي شغالة أو أي ثريد اللي طبعت، فأقول له هنا insert خلينا أطبع TID. أوكي، فأقول TID أطبع لي رقمها. إيش أطبع لي رقم TID؟ كم رقم TID لو استخدمت الفانكشن اللي اسمها pthread underscore self؟ حيطبع لي pthread self. حنشوف دحين حيطبع لي thread ID، بس خلينا نحفظ. طبعا قال لك الارجومنت اللي انت حطه دي، بينما البي ثريد بترجع لونج. اوكي، فهذه ما تاخد انتجر، بتاخد لونج انسايند. فاقول له احفظ، اعمل كومبايل من جديد. اوكي، وشغل بلاش وورد كاونت، فاقول له شغل بثريد واحدة. شايف هذه ثريد واحدة، هذا الاي دي حقه مكرر في الكل. طيب لو قلت له عندي 2 threads، ماني شايف 2، انا شايف رقم واحد، نفس الرقم بيتكرر. اوكي، شكله كله رقم واحد. طيب ممكن انا ايش اسوي؟ اقول له انا عندي 2 thread، ولكن الاوتبوت احفظ لي اياه في ملف اسمه test.txt. اوكي، بعدين اقول له cat test.txt، فصارت عندي الارقام كلها مخزنه في هذا الملف. فايش حسوي؟ حاعمل grep pipe grep وعدل لي، او عفوا جريب على ايش؟ جريب على هذا، يعني هذه ابحث لي عن هذه الثريد في كل الملف. هل في رقم ثاني شغل الفانكشن ولا لا؟ واعمل لي عليها وورد كاونت، شوف لي كم وهذه الثريد كم مرة اشتغلت. قال لي هذه الثريد اشتغلت 100,000 مرة، بمعنى انه هي الثريد الوحيدة اللي اشتغلت، ما في ثريد ثانية. إذن أنا كتبت الكوماند 2، ليش أعطاني ثريد واحدة هي اللي نفذت كل الشغل؟ لأنه ثريد الثاني ما اشتغلت. فهذا وضع الستارفيشن، فهذا وضع الستارفيشن، بمعنى أنه الثريد الثانية ما وصلت هنا. ليش؟ لأنه الأولى دخلت على الكريتيكال سيكشن وقفلت، وما خرجت إلا لما خلص الكونديشن.
شايف؟ فهذا حل مشكلة، لكن ما زالت مشكلة ثانية موجودة. فالسيمافور حساس، لازم تعرف فين تحط اللوك والانلوك. هنشوف حلها بعدين، بس الآن هذا طريقة عمل السيمافور واستخدامه لعمل السينكرونايزيشن. هنحل مشكلة الستارفيشن في مثال، في نفس المثال هنطور عليه أو نعدل عليه.